اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا بنستكمل نهار جديد واولى فقراتنا الحواريه. بدايه هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا، يمكن في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه وفي ظل الازمات، ويعني خرجنا من كورونا وما احدثته كورونا في دول العالم، اللي انهار اقتصادها واللي قفلت واللي وبعدها دخلنا في ازمه اقتصاديه عالميه وحرب روسيا واوكرانيا. على الرغم من كل ده الا ان يعني مصرنا الحبيبه ما زالت النهارده بتحقق ارقام قياسيه. النهارده بنتكلم عن الصادرات الزراعيه، النهارده تخطت فوق 6.5 مليون طن، يعني بنتكلم عن ارقام كبيره جدا وسجلت تاريخ مش غير مسبوق. عشان كده النهارده لازم نتكلم عن يعني اكيد خلف ده في كواليس كبيره جدا، في مجهود كبير وخطط واستراتيجيات قامت بيها الدوله. النهارده محتاجين نعرف السر. النهارده جايين لحضراتكم نبحث عن سر ما وراء طبعا هذه الانتاجيه العظيمه والانتاج العالي ده والصادرات اللي احنا بدانا نصدرها. عشان النهارده تصدر لدول العالم لازم يبقى في مقاييس ومعايير عالميه تنطبق على حضرتك، ولو طبعا اترفضت او يعني قلت عن النسبه دي بتترفض، وشوف قد ايه بيبقى في خساره كبيره جدا بالمليارات. فالنهارده لما انت تسبق الزمن وتعمل وتحقق ارقام زي دي، يبقى اذا النهارده في مجهود كبير جدا لازم النهارده نسلط الضوء عليه. هنعرف ونتعرف اكتر مع ضيفي العزيز اللي مشرفني ونورني في الاستوديو، المهندس محمد مجدي، مدير وحده صحه النبات وفتح الاسواق بالحجر الزراعي. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا بحضرتك، وطبعا في البدايه احب يعني اصبح على كل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا على قناه مصر الزراعيه، ويعني ان شاء الله صباح الخيرات عليكم جميعا. يعني امين يا رب العالمين. ودايما بنتكلم عن مصر قد ايه ارتفع صادراتها والانتاجيه عنها، بس قبل ما نتكلم عن وضع مصر تمام، خلينا نتكلم كده ونلقي نظره على دول العالم. النهارده يعني ليه بتواجه دول العالم النهارده مواسم تصديريه صعبه في الوقت الحالي؟ طبعا في البدايه انا بشكر حضرتك وبشكر الفريق المصاحب للاعداد على الدعوه الكريمه دي. يعني العالم اللي احنا فيه طبعا في تغيرات كبيره، في طبعا تغيرات سياسيه، تغيرات بتبقى ليها علاقه بالمناخ، التغيرات اللي هي التغير المناخي، في بتبقى كوارث، في يعني اسباب كتيره بتسبب في مشاكل للصادرات الزراعيه او للانتاج الزراعي على مستوى العالم. في مثلا امراض، في حشرات بتصيب بعض المنتجات زي مثلا في امريكا، زي في بلاد كتيره. انما احنا هنا الحمد لله يعني ربنا حمانا واكرمنا بان احنا محافظين على المستوى المناسب للانتاج وللتصدير، وبل بالعكس يعني الارقام اللي حضرتك بتقوليها ان احنا تخطينا حاجز 6.4 مليون طن، ده رقم طبعا جديد جدا، ورقم يعني اكتر من السنه اللي فاتت يعني بحوالي 0.5 مليون طن، يعني كنا حوالي 5.8 مليون، دلوقتي بقينا 6.4 مليون، فيعني الزياده طبعا كويسه جدا، حوالي اكتر من 0.5 مليون طن في التصدير. فده بيؤكد ان الدوله ماشيه بشكل كويس، وان احنا باذن الله في الطريق السليم ان احنا بنحقق مضاعفه للصادرات الزراعيه المصريه، وبنحاول ان احنا نفتح افق جديده للتصدير. عظيم، جميل جدا. وحبينا ليه نبتدي بدول العالم عشان نعرف قد ايه مركز مصر النهارده متفوق بشكل كبير ومتصدر العالم بشكل اكبر، وده اللي بيخلينا النهارده عايزين نلقي الضوء كمان على اهميه التصدير. اهميه التصدير يعني في الوقت الحالي عشان توفر عملة صعبة، عشان الدولار، نتكلم يعني انه اكيد ليه اهمية كبيرة جدا، فكلمنا عن اهمية التصدير. طبعا يعني التصدير في حد ذاته ده يعني بيوفر عملة صعبة، ده بيبقى بيعمل قوة للبلد اللي هي بتصدر. طبعا احنا البلد زراعي على في الاساس، فطبعا من اهم المنتجات اللي احنا ممكن
يعني نقدر ان احنا ننتج فيها ونصدر هو طبعا التصدير الزراعي. فالتصدير طبعا مهم جدا، ليه؟ طبعا علاج طبعا الميزان التجاري اللي بيبقى فيه اختلال مع بعض الدول الكبيره زي البرازيل، زي الدول الأوروبية، زي الصين. فطبعا لازم يكون في مكافحة لهذا الخلل في الميزان التجاري ما بيننا وبين دول العالم، ولتوفير العملة الصعبة ولرفع الاقتصاد طبعا المصري. فطبعا كل الدول المتقدمة في العالم عندها نسبة التصدير بتاعتها بتبقى نسبة كبيرة جدا. فاحنا بالنسبة للمجال الزراعي مركزين قوي ان احنا نضاعف الكميات في الفريش او المنتجات اللي هي الطازجة. طبعا سيادة الرئيس اتكلم في حتة ان احنا علينا ان احنا نصدر المنتجات اللي هي فيها قيمة يعني زيادة او المنتجات المصنعة، وفي نفس الوقت احنا بنحافظ على المنتجات الزراعية الفريش وبنحاول ان احنا ندفع بالتصدير الى الامام، وان احنا وصلنا الى رقم 6.4 مليون. ده اكيد في جهد كبير جدا مبذول. انا طبعا في البداية بحب احيي طبعا المزارع المصري، المنتج المصري، كل الشركات التصدير اللي بذلت مجهود كبير جدا، ومحطات التعبئه وعمليات الفرز والتغليف، وكل الامور دي كانت ليها يعني عامل كبير جدا في ان احنا نزود الانتاجيه بتاعتنا. طبعا في منظومه حكوميه طبعا مهمه جدا حصل لها ابجريد، حصل لها تحديث، بقينا الحجر الزراعي المصري اصبح بقرار وزير معالي الوزير الزراعه 386 سنه 2021 بقى هو الجهه الوحيده اللي عليها ان هي تعتمد الكيانات التصديريه. فكان قبل كده في يعني مجلس التصديري او جمعيه هي او في كيانات كتيره كانت بتخش في الموضوع، انما دلوقتي الموضوع بقى تم قصره على الحجر الزراعي. طبعا منظومة التكويت دي ليها فوائد كتيرة وهنحب نلقي الضوء عليها. هننتقل طبعا ليها فيما بعد، لكن بداية كده الناس برضو عايزة تعرف ايه اهم الحاصلات اللي مصر اتفردت بيها. يعني احنا بنتكلم عن نسب كبيرة وارقام احنا لم نصل ليها من قبل. بس هنا بقى بيجي لنا يعني الشغف ان احنا نعرف ايه اهم الحاصلات دي اللي احنا تميزنا. طبعا يعني في البدايه طبعا الموالح المصريه، ودي طبعا من المنتجات الهامه جدا. احنا بنشكر طبعا ربنا ان احنا البلد هنا في مصر ربنا حباها بطقس يعني كويس جدا، التربه كويسه جدا. يعني فعلا الثمار المصريه او المنتجات المصريه طعمها مختلف، فده صحيح. ده ميزه ربانيه ربنا جعلها لهذا الشعب طبعا. فالموالح احنا بنعتبر في البرتقال المصري بنعد اول دوله في العالم بنصدر برتقال في الموالح. ده بالنسبه لنا شيء مهم، واحنا محافظين على هذا المركز. وفي السنه اللي فاتت متخطيين المليون و800 الف طن من الموالح، مليون و800 الف طن. فده طبعا رقم كبير بالنسبه للموالح. والبرتقال برضو اللي هو برتقال الصيفي وبرتقال ابو سره، فده شيء كويس. بيجي بعد كده في طبعا البطاطس، واحنا حققنا رقم كويس بزياده 40% عن السنه اللي فاتت. وصلنا ل 800 وعدينا 800 الف طن من محصول البطاطس. بعد كده بيجي البصل، حققنا فيه نسبه كبيره جدا، يعني عدينا 576 الف طن، فده نسبه كبيره جدا في البصل. في بقى بعد كده العنب طبعا، والمانجو والجوافه والمحاصيل البستانيه بشكل عام. في برضو بنصدر في تفل البنجر، بنصدر بكميه كبيره جدا، وفتحنا السوق للصين في 2018 وبدات الكميات بتزيد في تفل البنجر. بنصدر تقاوي، بنصدر نباتات طبيه وعطريه، يعني الحمد لله مش مختصين بحاجه معينه. دلوقتي بقى في تنويع، وبقى في يعني في تقاوي برضو، بنصدر تقاوي الذره لكينيا. فالحمد لله في عمليه التصدير ماشيه بشكل كويس، واحنا بنتعشم من الله عز وجل ان احنا الاجراءات اللي بتتم دلوقتي حاليا على ارض الواقع ان هي يعني يتم ضبطها ويتم يعني تطويرها، بحيث ان هي المنظومه تبقى محكمه جدا، وتبقى عمليه التصدير دي يعني تؤتي اكلها وتجيب نتائج كويسه دائما يعني عزيز. باذن الله. احنا بنتكلم في برتقال، موالح، بنتكلم في بطاطس وبصل، وبنتكلم كمان في عنب ومانجو، حاجات بستانيه كتير. تمام.
ايه السر وراء زيادة هذه الحاصلات واهميتها استراتيجيا؟ والله يعني هو السر طبعا هو ده سوق عالمي طبعا، بيبقى فيه عرض، بيبقى فيه طلب، بيبقى فيه فتح اسواق جديده. دي نقطه مهمه جدا. احنا بفضل الله برضو يعني ربنا اكرم الحجر الزراعي ورئيس الحجر الزراعي وتعليمات طبعا معالي الوزير ان احنا فاتحين حوالي 80 سوق جديد. 80 سوق جديد خلال اخر 5 سنوات، 20 سوق في سنه 2022. الاسواق الجديده دي طبعا يعني بتدي، يعني زي ما حضرتك عارفه كان زمان مثلا التصدير 4 مليون طن بتاع، كانت الدول اللي بتاخد مننا محدوده، يعني الدول الاتحاد الاوروبي، دوله روسيا، السعوديه وهكذا. بس يعني دلوقتي دخلت الصين، بقت يعني بتمثل 6% من حجم التصدير، وممكن كانت قبل كده بتزيد وممكن بتقل شويه. فدخل اليابان، يعني قدرنا ان احنا نصدر موالح لليابان. زي ما بقول لحضرتك 80 سوق، طبعا في تنوع كبير جدا، في محاصيل بستانيه، في تقاوي، في شتلات، في كل ده بيتصدر. فطبعا ده عمل يعني زي كده ايه متنفس للمنتج المصري ان هو يقدر يروح. بعد كده طبعا في يعني من ناحيه التصدير في حوكمه الاجراءات وعمليه التكويد. طبعا دي منظومه التكويد دي هي منظومه من 2017 منذ حصل لغط حوالين الصادرات الزراعيه المصريه في دول الخليج وكده. فبدانا ان احنا الجانب المصري بدا ان هو يعمل منظومه لتكويد الحصيلات الزراعيه. فطبعا المنظومه دي بدات تتطور لحد ما وصلنا في 2021، وبقى الحجر الزراعي صدر قرار من معالي وزير الزراعه بان الحجر الزراعي بس هو اللي عليه ان هو يعتمد ويكود هذه المنتجات الزراعيه الصالحه للتصدير بعد اعطاء كود محدد مستقل لكل كيان تصديري، ولكل سواء بقى محطه، مزرعه، مفرش، اي حاجه من الحاجات دي بيتم تكويده من خلال الاقمار الصناعيه، من خلال نزول لجان من الحجر الزراعي بترفع المقاسات وبترفع المساحات وبتاخد عينه من المنتج وبيتم تحليل في معمل مركزي لمتوقعات المبيدات، وبتطلع النتيجه بانه تمام، فبيتم تكويد هذه المزرعه. في حاله حدوث اي مشكله في عمليه اخذ العينه، في عمليه المساحه، بيتم اعاده يعني اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه، وبيتم عمل تصحيح للاجراء. طبعا ده حمى مصر من اجراءات وقف السوق المباشره اللي هي كانت بتتم من الدول الخارجيه، لان برضو في بعض الاشاعات، في بعض الاخطاء في، فطبعا ده كان بيسبب مشاكل. فكان مثلا دوله سين مثلا تستورد من مصر منتج معين، فبتلاقي فيه مشكله فتروح قطعه او قافله السوق كله. فطبعا ده كان خلل، ازمه كبيره، بان مش هنقدر ان احنا نصدر ليها تاني، وبعدين سمعه الصادرات المصريه بتتضرر وهكذا. فاحنا بالتالي عملنا بقى منظومه التكويد الجديده دي، واحنا بفضل الله بنحاول ان احنا نرعاها ونهتم بيها ونحدثها بحيث ان احنا نوصل لعمليه رقابه كامله. طبعا في بقى بعض الاخطاء، في بعض الامور اللي بتحصل، ولكن احنا الحمد لله في عمليه التصحيح الايجابي للخطا. واحنا باذن الله يعني عندنا نيه ان احنا نكمل فتح الاسواق الجديده دي ان شاء الله خلال عام 2023، وفي عندنا اكثر من 24 دوله جديده، وفي 12 منتج جدد او 24 منتج جديد، 12 دوله جديده بنحاول ان احنا نوصل لهم برضو. بالاضافه طبعا يعني حدوث اي مشاكل في بعض البلدان، مثلا فيضانات في مثلا باكستان، المشكله اللي في ازمه روسيا واوكرانيا، المشاكل اللي في اوروبا، فطبعا كل ده بيسمع، يعني كل صحيح. ده بيظبط لينا احنا ان الاسواق برضو يبقى في كورونا، برضو كان في ازمه كورونا، كان في طلب برضو كبير. فالحمد لله احنا يعني ده كان بيساعد اكتر، هو الحمد لله على الرغم من انها ازمه ممكن تكون لدول معينه، لكن كان بيساعد ان نفتح اسواق جديده وان يبقى في طلب اكتر على الصادرات المصريه. هو طبعا الازمات احيانا بتبقى عند بلاد ازمات وعند بلاد تانية بتبقى نقطه انطلاق ونقطه تسيير للاعمال. قلب المحن تولد المنح. بالظبط طبعا، لان يعني ايه، هو الحمد لله ربنا حافظ مصر دائما، وحتى فيروس كورونا او كوفيد 19 ما اثرش يمكن حتى في المجتمع المصري. كان في اجراءات صعبه وكانت في حالات وفيات، وربنا يرحم طبعا كل متوفي، ولكن الحمد لله ما كانش له الاثر الكبير زي البلدان اللي احنا سمعنا عنها في ايطاليا، في البرازيل، في الهند،
في أمريكا. فالحمد لله احنا مكملين، وإن شاء الله احنا في النية وفي العمل وفي خطة وفي يعني تحديث لكل التشريعات بتاعتنا والإجراءات، وفي حتى عمل حتى ليه علاقة بالمنظمات الدولية، لأن احنا عضو في منظمة الفاو، وعملية تطوير الحجر الزراعي برضو بتتم مع المنظمات الدولية، والحمد لله احنا برضو ماشيين بشكل كويس في هذه الأمور. يعني لما بنتكلم عن الحجر الزراعي دايما بنتكلم كمان عن سلامة الغذاء، يعني ايه العلاقة ما بين الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء؟ والله طبعا يا سلامة الغذاء يعني مولود جديد في الكيانات التصديرية والاستيراد. هي طبعا الحجر الزراعي له علاقة بكل المنتجات التي من أصل نباتي، يعني من أصل نباتي وبيتم تصديرها، فيما يخص الأمور اللي هي ليها علاقة بالفريش أو دخول الأفات الزراعية. إنما الحاجات بقى المصنعة واللحوم والألبان والأمور التانية اللي ليها علاقة بالغذاء ده بيختص بيها هيئة سلامة الغذاء. فطبعا في عمل يعني مشترك، إحنا كنا معالي الأستاذ الدكتور أحمد كمال كان رئيس الحجر الزراعي، وقع بروتوكول زي كده مشترك تفاهم أو تعاون مشترك ما بين الهيئة العامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنسيق الأعمال، وبيبقى فيه كده دور محدد لكل جهة. فإحنا دورنا فيما يخص عملية التكويد المنتج أثناء الزراعة وفي الأرض، وهم المنتج بقى في محطات التعبئة، المنتجات التانية بقى خالص اللي هي المنتجات الألبان. إنما إحنا متخصصين في الحجر الزراعي في الحاجات الفريش اللي علاقة باللي ممكن تكون النباتات أو المنتجات النباتية وهكذا. جميل، عظيم جدا، وده بيخلينا نقول إنه بما إننا إحنا بنفتح أسواق جديدة وما زلنا يعني الحمد لله في أسواق كمان منتظرة أنها تفتح معنا، أهمية يعني فتح الأسواق الجديدة بالنسبة لنا عامل إزاي؟ هي طبعا وعامل مهم الأسواق إزاي؟ الجديدة دي يعني طبعا ده شيء يعني إيه بنخرج به من الأسواق التقليدية، ده في حد ذاته بيدينا زي بعد وانطلاق للصادرات الزراعية المصرية من الأسواق اللي هي يعني إحنا دلوقتي حتى الآن أوروبا أو الاتحاد الأوروبي هو رقم واحد، هو 20% من صادراتنا للاتحاد الأوروبي. في السعودية 14%، روسيا 13%، لكن الأسواق الجديدة دي بتمثل لنا أفق واسع شوية. يعني إحنا مش لازم إن إحنا نبص تحت رجلينا، مش لازم إن إحنا نبص الدول اللي إحنا بنصدر لها دلوقتي والدنيا ماشية، لا، في عندنا هدف إن إحنا عايزين ندخل ده نخش بالمنتج بتاعنا للدول. بتبقى المشكلة إن الدولة دي ليها سلطة وليها إدارة، وطبعا في منظمة دولية لوقاية النباتات ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الصحة والصحة النباتية، ففي تشريعات دولية حاكمة لدخول المنتجات الزراعية لهذه البلاد. وبالتالي احنا لو احنا ما قدرناش ان احنا نتحرك بسرعة ونبدأ ان احنا نفتح هذه الأسواق، لما نحب نيجي نصدر لهذه الأسواق هيبقى في مشكلة. مثلا على سبيل المثال الصين، احنا عملنا بروتوكول لتصدير البرتقال مع الصين في 2006 حضرتك، من 2006 لحد 2013 يعني بدا التصدير كان 2000 طن لحد 2013 وصل 20,000 طن، سنه 2019 و2020 عدينا ال 200,000 طن، عدينا ال 200,000 طن 2000، يعني حضرتك الموضوع بياخد فتره بياخد وقت. انا ببذل مجهود دلوقتي عشان قدام استريح ويبقى في بالنسبه لي في اسواق غير التقليديه، اسواق جديده خالص اقدر يعني مثلا تفل البنجر برضو احنا تم فتحه مع الصين، في خلال اول سنه صدرنا 300,000-400,000 طن من هذا المنتج، وبالتالي ده برضو بيدي زخم وبيدي زياده. يعني احنا عايزين 6.4 عايزين بنهايه أكتر. العام نوصل ل 7 مليون ان شاء الله، وفي خلال عامين ثلاثه نقدر نضاعف هذه الكميه او نحاول نحافظ عليها بشكل كبير ونحدث التشريعات والبرامج. الفراوله كمان احنا واخدين فيها ارقام قياسيه، في الفراوله المجمده احنا بنصدر برضو مركز اول على مستوى العالم. عظيم. طبعا يعني في صناعه بقت في يعني زراعه دخل منها صناعه، دخل منها عمليه التجميد وعمليه يعني محطات التعبئه. في برضو حاجه مهمه يعني فيما يخص حقوق الملكيه الفكريه، دي اتفاقيه طبقا لل
منظمه التجاره العالميه، احنا برضو قدرنا الرئيس الحجر الزراعي الدكتور احمد كمال قدر ياخد اجراءات قويه جدا لحمايه حقوق الملكيه الفكريه. نعم. بالنسبه للفراوله، وبدا ان هو يشجع المنتجين والمصدرين والمستثمرين الاجانب ان هم يجوا يخشوا يستثمروا في عمليه الانتاج الزراعي المصري، واصبح يعني الحمد لله يعني بقى في قوه، بقى في سلطه كويسه، لان طبعا الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي دوره ان هو يحافظ على السلع الزراعيه المصدره ويحمي طبعا الثروه الزراعيه المصريه، ده اساس بتاعه. فطبعا الاجراءات دي كلها، واحنا الحمد لله في عصر يعني قوه الحمد لله للحجر، وان شاء الله نتمنى ان ده يستمر لصالح التصدير الزراعي ولصالح المجتمع المصري كله باذن الله. في مجهود كبير بيبذل خلف الكواليس، في بروتوكولات وفي فتح اسواق جديده، منظومه التكويد الجديده اللي طبعا يعني النهارده هتبقى ليها دور كبير في كسب الثقه للسلطات الحجريه بالدول المستورده. تمام. فده من شأنه. هو طبعا حضرتك كلام حضرتك مظبوط جدا، منظومه التكويد الجديده احنا من خلال منظومه التكويد قدرنا ان احنا نلغي مع السعوديه، طبعا كان في السعوديه كان الجانب السعودي هيئه الغذاء والدواء السعوديه كان مشترطه ان يبقى في شركات مراقبه دوليه او شركات مطابقه دوليه بتقوم بعمليه الفحص والتفتيش، يعني طبعا ده مع الحجر الزراعي. فطبعا احنا عرضنا على هيئه سلامه الغذاء والدواء والقائمين بقى على السلطه والتفتيش هناك منظومه التكويد الجديده، ويعني نزلوا عملوا زيارات للمحطات وللمزارع وتاكدوا من ان السيستم الحمد لله كويس، وازالوا هذا الشرط وخلوا الحجر الزراعي بس، وازالوا شروط ثلاث شروط بثلاث شهادات كانوا المفروض يتم ارفاقهم مع الشحنات، وبقى الحجر الزراعي بس بمنظومه التكويد هو القادر على التصدير فقط للمملكه العربيه السعوديه. برضو كان في دوله الفلبين، لسه احنا فاتحين السوق لدوله الفلبين، عرضنا عليهم هذه المنظومه واقتنعوا بها جدا. عظيم. بالنسبه بقى للموالح بشكل خاص، طبعا يعني احنا يعني باستمرار بنحاول ان احنا يعني نوري العالم او ان احنا نثبت ان المنظومه الحجريه او الرقابيه المصريه على المنتجات الزراعيه المصدره منظومه ناجحه ومنظومه اهل للثقه، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن هذا الظن او عند حسن الظن في هذا الامر، وان ربنا ان شاء الله يعني يكرم ونقدر ان احنا يعني نمشي في هذا المسار بشكل احسن يعني ان شاء الله. اكيد طول الوقت ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول كده لكل مجتهد نصيب. صحيح. فالحمد لله مصر بفضل طبعا يعني اولادها اللي في كل مجال الحقيقه بيجتهدوا جدا عشان يقدروا يوصلوا النهارده للارقام اللي بنتكلم فيها، حصلات الزراعيه في يمكن قرارات جديده ومختلفه ومتطوره انعكست بشأنها على المنظومة، والنهاردة شفنا بالأرقام الملموسة ازاي وصلنا وتخطينا الحاجز يعني تاريخ غير مسبوق. خلينا بقى أخيرا وليس أخيرا، ازاي نزيد الوعي الاهتمام بالحاصلات التصديرية الزراعية؟ والله بصي حضرتك، هو يعني الوعي ده بيخلق من خلال التعامل الحياتي في يعني في عمليه الانتاج، ان واحد مثلا بيطلع يلاقي مثلا اهله بيعملوا في مجال معين او بيصدروا او كده، انما احنا عايزين نحط ثقافه ومعايير للتصدير. يعني مين اللي هو يبقى مصدر، يعني مين اللي هو يبقى منتج، مين اللي هو يبقى قادر على ان هو يصدر. فالكلام ده طبعا محتاج جهد كبير، محتاج طبعا الاعلام زي قناه مصر الزراعيه، محتاج القنوات طبعا الفضائيه، محتاج السوشيال ميديا، محتاج العمل اللي هو الميداني بقى في من خلال ان انا اعمل منظومه التكويد، وان انا اخلي ان اعرف المزارع او المنتج ازاي يقدر يكود، وازاي من خلال الافلام من خلال التعليمات او الكتيبات. يعني الموضوع محتاج طبعا جهد ومحتاج ثقافه ومحتاج تعلم لعمليه التصدير بتتم ازاي اصلا. فده طبعا مجهود كبير، واحنا ان شاء الله يعني بدانا فيه ونتمنى ان احنا نحقق نتائج كويسه باذن الله تعالى. عظيم جدا. النهارده بنتكلم عن تخطينا حاجز 6.4 بالظبط مليون، يعني برضو رقم مهم جدا. واحنا كنا بنتكلم في ايام الكورونا يمكن الناس كانت
دايما عندها تخوفات وانه يعني ازمه وخلت اقتصاد ينهار وخلت دول تقفل. احنا صحيح. كنا الموالح عندنا متصدره بشكل كبير الحمد لله، وما زالت في 2022 كنا 1.8 وكسور، يعني برضو في العام 22 احنا ما زلنا محتفظين، يمكن اقل شويه من 21 يعني عدد اطنان بسيطه، لكن الحمد لله احنا محتفظين. وبعدين مع الاسواق الجديده، يعني الاسواق الجديده برضو حضرتك ما بتشتغلش بسرعه، يعني ما بتشتغلش في خلال سنه سنتين، لا ممكن تاخد 3-4 سنين. يعني مثلا احنا شغالين كويس جدا في البرازيل، بنصدر موالح برضو بنسبه عزيز. كويسه جدا. نيوزيلندا فتحنا دوله نيوزيلندا للتصدير الزراعي. اليابان زي ما بقول لحضرتك يعني في طبعا يعني زي ما بقول لحضرتك 80 سوق، فتقدر حضرتك تتخيلي كميه الصادرات اللي ممكن باذن الله، يعني احنا نتوقع ان يبقى في نسب عاليه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. بس هو الهدف ان احنا نظبط بقى منظومه التصدير، نظبط منظومه التكوين، الساده المهندسين المشرفين او المفتشين اللي بينزلوا يكودوا يعني يقوموا بالعمل التام، المنتج والمزارع يبقى على وعي بان في منظومه بتراقبه، يبقى في عليه ان هو يعني يتاكد من لسته المبيدات ومتوقعات المبيدات المسموح بيها، عليه ان هو يعني يراعي برضو شروط المحطه، شروط التصدير. يعني كمان في يعني الحمد لله منظومه الكترونيه كمان في الحجر الزراعي بيحاول ان هو يثبتها على التصدير، بحيث ان احنا كل اعمال الحجر الزراعي هتبقى اونلاين، يعني اونلاين اونلاين يعني يعني من بدايه الطلب على اللجنه، اللي هي هتنزل تفحص المنتج، نهايه باصدار الشهاده الزراعيه الكترونيه، كل ده هيكون اونلاين. وده حاليا احنا برضو الموضوع ده اتاخر شويه بس بسبب بعض الامور اللي هي التقنيه او الترتيبات يعني الخاصه بعمليه التشغيل، لكن احنا ماشيين برضو فيه بشكل كويس. ان شاء الله يبقى في منظومه الكترونيه كامله للحجر الزراعي، بدايه من طلب التصدير نهايه بالشهاده الالكترونيه، وذلك برضو هيتم على منظومه الالكترونيه للواردات في اذن الاستيراد. في حاله الواردات برضو بيتم خروجه برضو بشكل الكتروني، الدفع الكتروني حاليا في اذن الاستيراد. فاحنا الحمد لله شغالين بشكل كويس، نتمنى ان شاء الله يعني التوفيق، ويعني ان احنا نبقى موفقين وان احنا نقدر نجابه المتغيرات العالميه والمتغيرات الداخليه اللي بتحصل حوالينا. يعني الحقيقه بنتمنى دايما النجاح والتوفيق في هذه المنظومه العظيمه الحقيقه، واللي بتقوم بدور كبير جدا. دايما يقول لك كده يعني رحله الوصول للنجاح ما بتكتفيش بس عند النجاح، انما كمان حضرتك قلت في صياغ الكلام ان احنا محتاجين نحافظ بقى ونظبط بقى المنظومه ونحافظ على هذا النجاح ونزود، وفي اسواق ان شاء الله في عمل على العمل جاري على فتحها في يعني القريب العاجل. مثلا احنا مثلا شغالين برضو على ملف كوريا الجنوبيه، دي ملف برضو مهم عظيم. جدا، واحنا بنهدف ان احنا نطلع برتقان لكوريا، يعني في بروتوكول، ولكن للاسف هم حاطين شرط مفتش من الحجر الزراعي الكوري الجنوبي يجي لمصر مع كل شحنه. فاحنا في برضو عمليه تفاوض معاهم، في برضو البرازيل، في يعني في شغل كتير جدا احنا بنعمله. ده بعض الامثله، وبنحاول ان احنا نفتح. وبعدين غير كده طبعا المشاكل اليوميه بقى مع الصادرات اللي هي الزراعيه، وان الدوله مثلا رفضت الخارجيه، رفضت شحنه، وفي طبعا اداره خدمه المصدرين شغاله بشكل كويس، بتعمل وقف للمزارع اللي هي بيثبت ان في مشكله من التصدير عنها، وبيتم اعاده اجراء تصحيحي، وبيتم اخذ عينه مره اخرى وهكذا. فاحنا اصبحنا دخلنا في المعمعه وفي المعترك الحساس بقى في عمليه التصدير، وان شاء الله ربنا يكرم مصر واولاد مصر ان هم يحققوا النجاح والتوفيق. الحجر الزراعي والكلام عنه محتاج حلقات وحلقات، مش فقره واحده، لانه احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، بنتكلم في تسهيل اجراءات من قبل الاستاذ احمد العطار والحجر الزراعي، بنتكلم عن دول النهارده بفتح فيها اسواق جديده عشان افتح سوق، ده مش حاجه ولدت يوم ولحظه بالزبط. دي حاجه اتعمل عليها دراسات كتيره جدا عشان ادرس الدوله دي محتاجه ايه، وهل هتقبل اللي عندي ولا لا، وعشان اعمل اجراءات معاها. زي ما حضرتك قلت في بعض الاجراءات ممكن تكون لا تتناسب معانا، فبنحاول ان احنا نتوصل لحل وسط. يعني اقول لحضرتك مثال بسيط بس لفتح الاسواق، احنا اليابان
احنا بدأنا معها سنة 2000 وفتحنا السوق 2020 يعني 20 سنة عمل مع اليابان. طبعا جنوب افريقيا برضو قعدت تقريبا حوالي 30 سنة مع اليابان. فانا بدي لحضرتك بس مثال من اصعب الاسواق واكتر الاوقات اللي ممكن تتاخد يعني في هذا الامر يعني. بشكرك استاذ مهندس محمد مجدي مدير وحده صحه النبات وفتح الاسواق بالحجر الزراعي، نورتنا وشرفنا. ربنا يبارك في حضرتك وشكر لحضرتك جدا يعني. كمان بشكر كل الساده المشاهدين، لسه مكملين معاكم نهار جديد وهنصل لفقرتنا الثانيه لكن بعد فاصل قصير. استنوا